السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب براقي مع هذه الصور الجديدة اللي تعود إلى يومين، وفيه جديد ما يخص تاريخ التدشين تاع الملعب هذا، وسيكون يوم 17 من الشهر هذا، يعني في أظن أقل من أسبوع سوف يدشن بمناسبة المقابلة ودية للفريق نتاع المحليين تاع مجيد بوقرة. سوف تكون مقابلة ضد فريق السنغال. إذن وممكن حسب تصريح من مصدر آخر أنه في مقابلة قبل هذا بثلاث أيام، يعني في ثلاث أيام يكون فيه مقابلة ودية أمام فريق موريتانيا في ملعب وهران، ثم يكون المقابلة تاع التدشينية اللي سوف تدشن ملعب براقي في 17 من هذا الشهر، وإن شاء الله يكون فيها خير. ونخلكم مع الصور الرائعة نتاع ملعب براقي اللي تعود إلى يومين. إذن والسلام عليكم.